العوامل اللي حوالينا في الجو من الدخان وعوادم السيارات والتدخين السلبي، وكمان بعض المدخنين الشرهين كان بيبقى عندهم أعراض من التعب والإرهاق الشديد. الأوليجوس كان ادانا فرصة ان احنا نشوف المعادن الضارة بالجسم، وطبعا اشهرهم الرصاص والألمنيوم والكادميوم، ودي من الحاجات اللي ساعدتنا جدا ان احنا نمشي مع المريض بالديتوكس، وبنساعده على انه يتخلص من المعادن الضارة جدا بالجسم وفي فترة قصيرة.